تسوية لكل الديون يا بندر. نعم حبيبي، بس عشان أوصل لك فكرة، نادي الاتحاد اليوم هو في الصيف، قبل الصيف هيسوي انتخابات 100%. أنا أقول لك الانتخابات هذه هيكون فيها دخل هائل، وبالذات نادي الاتحاد هتدخل له ممكن هتغطي 50% من ديونه، الديون اللي عليها يغطيها الانتخابات بس، لأنه بالذات نادي الاتحاد هو اللي تقام فيه جمعية عمومية، وهو مدرسة صراحة في الانتخابات، يعني اللي حاصل الجمعيات العمومية. الشيء اللي أنا أقوله، يعني اليوم أنت لما تتكلم عن ديون، طيب النصر مديون، الهلال مديون، الشباب مديون، الأهلي عنده مشكلة، حتى شفنا على الصعيد الآسيوي السنة الماضية الاتحاد السعودي غرب بسبب الأهلي والنصر، بس ما توصل للأرقام الاتحادية. الأهلي سدد ديونه، الأهلي أخذ معليش يعني معليش يعني الاتحاد صحيح نتفق بوجود أن الاتحاد كيان كبير وجماهيرية منتشرة في كل مكان وبطولات وإنجازات، تاريخ عريق الاتحاد برجاله وبجماهيره، لكن الأرقام الديون اللي حاصلة في الاتحاد أرقام غير طبيعية، يعني أرقام كبيرة جدا. يعني أنا ما توقعت تصدق وأنت اتحادي يا بوجود، ما توقعت أنك تقول الاتحاد بصراحة، فاجأتني بندر. أنا أقول لك اليوم أنت لما يكون عندك منتج وموجود، يعني الاتحاد الحين طيب وش يحل معضلته؟ أنت من وجهة نظرك من بيجي؟ أنا اليوم أنا كتاجر وأعرف أنه بعد سنتين هيكون في خصخصة، هروح احط فلوس يسدد ديون والخصخصه جايه بعد سنتين اروح اشتري فيها اسهم؟ ممتاز. احنا يعني ما نقول ان الاتحاد، احنا ما نقول الاتحاد ما هو ما راح يخصص، راح يكون هناك خصخصه لكل الانديه، لكن الاتحاد انا اتوقع انه يعني خطوه مبكره جدا. اذا طيب وش المعيار اليوم بندر؟ بس عشان نكون لما نتكلم اليوم في معيار، ايش المعيار اللي احنا نقول مثلا النادي هذا جاهز اكثر مثلا للخصخصه مثلا؟ ايش المعيار اللي احنا نشوفه؟ لا يكون في تنظيم اداري سليم، في دوره جسمه محاسبيه كامله، الديون تكون تقريبا تنظيم مالي كاملا. نعم. هذا واحد. اثنين، ما يكون مهدد بالافلاس، يعني نادي الاتحاد ونادي النصر. اسمح لي بس يا حبيبي، نادي النصر ونادي الهلال يا حبيبي، بس اوصل لك كبيره جدا، خاصه الاتحاد، يعني يمكن النصر اقل. انت اليوم تتكلم عن نظام محاسبي، الهيئه اقرت انه نظام محاسبي الحين هيطبق على كل الانديه. ممتاز. ترى هيئه الرياضه اقرت انه يعني اليوم ما هيوصلوك ل 2017 ونهايه 2017 الا والنظام المحاسبي هذا مطبق على كل الانديه. صحيح. انا اقول لك من ناحيه الديون ما هتقضى على الديون الا بالخصخصه. انا اقول لك اياها، كل الانديه اليوم، الاهلي فيها الامير الله يعطيه الصحه والعافيه صاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبد الله، هو اللي قاعد يتحمل. احنا كلنا شفنا الجمعيه العموميه كم دافع الرجل، يعني دافع فوق 140 مليون الجمعيه اللي فاتت. طيب يعني اليوم انت لما تتكلم، هذا الملف اللي احنا نتكلم عنه. انا بالنسبه لي القضاء على الديون هي في الخصخصه. نعم. هذه وجهة نظري أنا أشوفها. ممتاز. القضاء على الديون هي إيش؟ بخصخصة. هي أساس الخصخصة. ممتاز. طيب اللي القضاء على الديون في أندية غير الاتحاد، يعني أتوقع راح تستغرق فترة زمنية قصيرة. الاتحاد معليش أبو جود، يعني الاتحاد وصل إلى أرقام والله صدمت الشارع الرياضي. الآن كلام. يعني لا يعني على المدى القصير لا أتوقع أن الاتحاد جاهز لاستقبال الخصخصة. شوف كلام الأمير عبد الله بن مساعد، انه بعد الورشه هذه حيرفعون توصيات، يرفعون فيها للجهات المسؤوله، بحيث انه يكون في عقوبات على الانديه اللي ما تسدد، تصل الى التهبيط الى الدرجه اللي بعدها من نفس الهيئه. طيب يعني طيب اخوي خالد، بس بندر نعم تفضل حامد تفضل. اليوم انتم تدري ذحين احنا نتكلم فرضيات، ما نتكلم عن حقائق. اليوم الفرضيات، اليوم انت تكلمنا سنة القوانين هذه اللي هي اكثر من 50 مليون، اذا كان النادي دينه اكثر من 50 مليون ما يحق له يسجل. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. حصل ولا صحيح؟ طيب نادي الاتحاد سجل محترفينه، اكيد ديونها اقل من 50 مليون. سجل محترفين لكن في المقابل حرم او استبعد من المشاركه في اسيا بسبب سيبك من اسيا. نعم. انا ما اتكلم اسيا، انا اتكلم كمجمل اوضاع في الاتحاد. أنا شخصياً كمتابع بسيط المشهد الرياضي، الاتحاد يمكن راح يستغرق سنوات وسنوات حتى يستقبل. لا لا لا، ما فيها سنوات. الأمير عبد الله بن مساعد يقول لك لابد نهاية السنة القادمة، الإجراءات المتخذة
الاجراءات. الاتحاد كم عليه ديون؟ كم وصلت؟ اعتقد كانت 100 وشوي المعلن عنها. لا نعم. الواجبه لا شباب الان لحظه عشان واجبه السداد. اسمع عشان نفرق احنا بينهم. واجبه السداد واجبه السداد تختلف عن الدين العام. الدين العام كان على الاتحاد تقريبا حول 300 اكثر من 300 سدد منه مبالغ. نعم الواجبه السداد الباقي منها 50 يعني كانت 80 وسدد منها رحمه الله عليه احمد مسعود 30 بقى 50 عشان كذا سجل نادي الاتحاد. كانت 106 كانت 106 واجبه السداد. اوكي 106 كانت اليوم انت لما تجي شوف ترى نادي الاتحاد انا اقول لك اليوم طيب انت لما تجي الدين العام اتذكر تصريح سابق حامد البلوي في فتره ماضيه قال ان في فتره الاداره البلوي سددت من الديون 80% صح ولا لا ابو جود؟ دقيقة بس أنا عشان أوصل لك فكرة عشان تفهمها. نعم. وممكن الناس ترى الوسط الرياضي الحين اليوم الناس تتكلم عن الدين العام. نعم. اليوم أنا لو جيت الدين العام لنادي النصر والهلال اليوم في لو حسبت الدين العام كله هي شيء مبالغ فلكية ترى. صحيح. الاتحاد عقود لعيبته كانت ضعيفة. السعوديين اليوم أنت لما تتكلم عن الدين العام أنا ما أتكلم لاعب عنده يستلم 7 مليون في السنة احسبها على 4 سنوات قدام من عقده ترى الميزانيه كذا تحسب يعني. صحيح صحيح في فرق بين الواجبه السداد وفي فرق اللي على فتره زمنيه اطول يعني هنا اختلاف ترى الناس فرقت معاها الامور هذه بشكل كبير. نعم. يعني انا اقول لك الاتحاد اليوم وانا اقول لك يعني في بيان من الهيئه وظهر يا اخوي بندر والهيئة ترى ما بتجامل وإن شاء الله هتظهر الأمور وهتبين وكل الناس تعرف. أوكي أنا أتكلم يعلم الله أنا ما أتكلم إلا في شيء أنا أعرفه. أنا في فترة آخر 6 شهور في فترة إبراهيم البلوي أنا ما كنت موجود. يعني أنا أتكلم ما قبلها يا أخي إحنا سجلنا المحترفين شاركنا في آسيا دفعت مبالغ رئيس لجنة الاحتراف إلين قبل أسبوعين طلع قال نادي الاتحاد بس في لجنة الاحتراف سدد 82 مليون في عهد إدارة إبراهيم البلوي. أنا ماني جاي حتى الإدارة هذه اليوم أنا ما أتكلم عن رحمة الله عليه أحمد مسعود جاء ترى دفع سدد كيف ما سدد يعني كيف سجل لعيبته الوضع العام الناس أنا ما قلت أنه ما سدد كيف؟ معليش أنا ما قلت ما سدوا بالعكس إدارة أحمد مسعود رحمة الله عليه نظمت كثير من الديون وقضت على كثير من الديون وجدولت بعض الديون يعني أدوا عمل كبير ولا يقلل من عمل إبراهيم البلوي. أنا من الناس اللي قلتها سابقا وعلى هالطاولة إبراهيم البلوي برضو تحمل على صدره حمل كبير لنادي لتركات إدارات سابقة حملت لإبراهيم البلوي دين نادي الاتحاد مش على إبراهيم البلوي. أنا اليوم ماني وصراحة بندر. نعم. أنا تكلمت معك قبل البرنامج وقلت يعني قلت أنا ما أبغى أتكلم عن أمور يعني عارف فيها جدلية الاتحاد لأنه الناس تجي تحسب الأمور بس أنا عشان أوصل لك فكرة. نعم لا ترى إحنا نبغى نستفيد بعد نبغى نستفيد لإيضاح الحقيقة. لا أنا أقول لك وجودك معنا يا حامد إيضاح للحقيقة إيضاح للرأي العام خاصة الجماهير الاتحادية صح ولا لا؟ طيب أنا بوصل لك حاجة بس عشان والكلمة ذي أنا يعني يعلم الله فضل. إني أنا بتكلم من صدق وما في ما عندي كلام. شوف العباية هتنكشف وهتظهر الصورة يعني لما تعلن الجمعيات هتبين وش الأندية اللي عندها ديون وش الأندية اللي ما عندها ديون يا أخوي يا خالد. صحيح. يعني أنا أقول لك إياها هتوضح الصورة الفترة الجاية فترة خصخصة وبينت اليوم ووضحت الصورة الجدول والأمور وكل الأندية هتبين يعني هتبين من اللي عليه ومن اللي ما له يعني واضح. نادي الاتحاد قدره أنه هو نادي الاتحاد نادي جماهيري الناس كلها تعرف اللي أصغر مشجع يقدر يقول رأيه ويقدر يتكلم ومكشوف للناس وحقائقه تظهر. نعم. حتى أخطاءه تظهر للناس ما فيه يعني ايش تغطيه الاخطاء اللي موجوده. صحيح. يعني انا اقول لك انا بالنسبه لي ماني متشائم من مستقبل الاتحاد انه مستقبل مظلم يعني من ناحيه الامور الماليه. اليوم نادي الاتحاد لو طرح للخصخصه هيكون اعلى نادي يدفع في قيمة في السوق وتذكر الكلمة دي. أحلى نادي هيدفع في التجارة. حامد بالسوق. حامد أنا من الناس اللي معجبين جدا في الفكر الاتحادي تمام والوضع أو بالأصح الجو الاتحادي أو بيت الاتحادي يعني حتى المناكفات والمنافسات وشيء زي ما في مجاملات جميلة تحس إن فيها لا تحس إنها ممتعة عرفت. أنا حامد مو يقول لك مكشوف الاتحاد أنا مكشوف الجميع الاتحاد صورة شو اسمه يعني سوداء لا أنا قاعد أقول كل أنديتنا بلا استثناء حتى نادي الأهلي لو ما خلفه خالد بن عبد الله
الختام كان تلقى زي نادي النصر ونادي الهلال ونادي الاتحاد. نادي النصر ونادي الاتحاد تعزيز الكلام اللي قاله اخوي حامد، نعم، عقود الانديه لاعبينهم خياليه جدا لا تقارن بالمستويات اللي قاعد تقدم ولا حتى بالنتائج اللي قاعد تحصل. الان انت قاعد تتكلم على بكره اذا ما في تسديد، انت كل شهر عندك مبلغ وقدره بالملايين رواتب فقط لاعبين غير الاجهزه الثانيه وغير غير الفرق الثانيه اللي في النادي. نعم. الان احنا عندنا رياضتنا السعوديه بشكل عام احترافنا صار بالملايين، تعرف لان العقود بصراحه خياليه لا تتناسب مع المرحله ولا وضع السوق. يعني حتى لو بجيب رعاه الان والله يا رعاه ما يغطون حتى تكلفتي. انا الان اسمع كلامك واسمع كلام حامد بلوي مع كل احترام والتقدير، صحيح كل الانديه مديونه، وحامد الان كانه يعني يقول او يحاول يعني يهدي الشارع الاتحادي فيما يتعلق بالاتحاد. يعني اقنعني يا بوجود، الارقام اللي قاعدين نسمعها كل فتره وكل شوي تطلع وفي تزايد فيما يتعلق بالاتحاد، واتحاد يعني انحرمنا منه في دوري ابطال اسيا وديون متراكمه. اليوم على الهاشتاج اغلب المواضيع او الاراء اللي تسال عن الوضع الاتحادي ديونه والمشاكل الاتحاديه فيه والفتره الماضيه، سواء الاداره الحاليه او الادارات الماضيه. اقنعني يا ابو جود، كيف ان الاتحاد الان هذه ممكن يتجاوز كل هالعقبات في ظل المشاكل اللي حاصله فيها، المشاكل الماليه؟ يعني انا ارى اتفهم موقفك يا حامد كحبيب للاتحاديين انك تحاول انك يعني تهدي من روع الاتحاديين الشارع الاتحادي، لكن الواقع يقول عكس ذلك تماما يا ابو جود. والله شوف انا في النهايه، شوف يا بندر، انا في النهايه في هيئه رياضيه في البلد ومسؤوله ونظام محاسب، وشكلت لجنه من كل الجهات، من الاتحاد السعودي، من هيئه، من رابط الدوري المحترفين، من الهيئه الرياضيه هيئه الرياض، وطلعت اللجنه وطلعت بتوصيات وطلعت بمبالغ وديون على نادي الاتحاد، حتى الشركات خاطبتها اللي تطلب نادي الاتحاد واخذت منها مخاطبات. الوضع اللي موجود فيه نادي الاتحاد كان وضع، اللجنة كانت شفافة مع الرئيس العام لهيئة الرياضة وكانوا واضحين معه. هل هم جاملوا؟ تخيل انت اليوم المؤسسة الرياضية في البلد انها بتجامل احد او بتطلع شيء غلط؟ انا بالنسبة لي انا هذا اللي انا اشوفه. لا ابدا ما في مجاملة، هذا الشيء اللي بس فيه يعني خليني اقول لك وقفة مع الأندية السعودية، مع كل الأندية، صحيح المؤسسة الرياضية، أنا أوصل لك اليوم المؤسسة انت لما الرياضية مسافة واحدة من كل الأندية، الاتحاد أحد أركان الكرة السعودية، فيجب جميعنا مو بس حتى المؤسسة الرياضية أو صناع القرار أو العاملين فيها، حتى احنا بس طلعت البيان يا بندر يا حبيبي. أنا شخصيا يا أبو جود أنا أتألم، والله أقول لك إياه أتألم لما أبعد الاتحاد من دوري أبطال آسيا، حزين ولا زلت حزين على الوضع الاتحادي. ليش؟ لان الاتحاد تدري صراحه تدري بندر الاتحاد بندر ضلع لحظه بندر رئيس في دوري ابطال اسيا. صحيح. اذا كان هذا شعوري انا كشخص محايد متابع الوسط الرياضي، فما هو شعور الاتحاديين العاشقين المخلصين المحبين للكيان؟ طيب بندر تدري وش المشكله؟ انا بس اوصل لك الفكر اللي موجوده يا اخي. الانديه ترى بعضها ما دفع بس جدول، سوى تسويه مع لعيبته، سوى جدوله مع الناس اللي لهم ديون وشارك في دوري ابطال اسيا. هو كان الاشكاليه في 30/6 انه قبل 30/6 اي مبلغ مستحق لين 30/6 لازم يدفع. نعم. في السنه الماليه يعني هذا هو. انت اليوم لو جيت وحطيت هدف، بس هي وجهة نظر الإدارة انا بالنسبة لي وهم مثلا. انا اليوم لو تجي تسألني تقول لي اشارك في دوري ابطال اسيا ادفع 30 مليون عشان اشارك في دوري ابطال اسيا، ادفع 30 مليون عشان اشارك في دوري ابطال اسيا. انا بالنسبة لي ممتاز. او على الصعيد حتى الصعيد الاعلامي والوضع التجاري والاسم التجاري لنادي الاتحاد، حتى لو كان بيزعجك ماليا في الفترة المقبلة، صح ولا لا؟ أو ما هو مزعجك، وش اللي هيزعجك؟ بندر وش يزعجك؟ في ناس قالوا من باب أولى أن الاتحاد يسدد ديونه ولا أنه يتجه يلعب في دوري أبطال آسيا. بندر المشكلة الناس تفكر اليوم يقول لك طيب أنا رحت دوري أبطال آسيا وش بخسر؟ بالعكس أنا بستفيد. أنا أقول لك ما بخسر، المبالغ هذه فيك بتدفعها، ما دفعتها الشهر هذا والشهر الجاي، السنة الجاية والسنة اللي بعدها. أنا بالنسبة لي هذا الشيء اللي أنا أقوله أحب أكد عليه. أوكي نادي الاتحاد مديون، بس ترى كل الأندية تعاني نفس المعضلة اللي موجودة على نادي الاتحاد. بس نادي الاتحاد هو اللي وضعه باين للناس كلها، أنه الناس تتكلم عن نادي الاتحاد المديون، نادي الاتحاد اللي عليه ديونه.
كلنا شفنا في لين آخر يوم في الرخص الآسيوية أخذتها بعض الأندية. شفنا الأمير خالد بن عبد الله في آخر يوم دفع 20 مليون عشان يسدد رواتب الأهلي عشان يشاركوا في دوري أبطال آسيا. طيب كلها شفناها الأشياء.